رأى صحابي جيني دخل المنبر وجلس وما صلى ركعتين، قال صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم صلي ركعتين وأجلس فيهما. لما ذكرت للأخ الكريم عسى ربي يحفظه، هو أخي، أن الناس بعضهم يصلي ورافع الكم هكذا، هذا في نهي يا أخوان. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على كم عظم؟ سبع عظم. الوجه، لأن الوجه بعض الناس يسجد على الطاقية أو القبوع أو القبعة ترفعها تمكن من السجود. الوجه واليدين والركبتين والقدمين، سبع عظم. جميل. قال: وألا أكف ثوب أو شعر في الصلاة، كم طويل ما ترفعه، نسكم يجوز. الفليل الشيال أو الحمال هذا في نهي، كراهة التنزيه. بعض الحنابلة قالوا كراهة التحريم. نهى عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل وليس على عاتقيه شيء. لاعبين السلة والشباب يروحون الحداق والبحر لابس فلينة الكت أو العلاق، في نهي يا عم تقول له. نهى عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء. نرى بعض المحرمين في مكة يطبع يطلع الحرام كتف ويصلي، خطأ تغطي كتفك في الصلاة، هذا مما نهى عنه النبي عليه السلام. أما الأخ الفاضل ربي يحفظ ويحفظ الجميع، أنا أعلم الصف الأول ولو كان آخر أحب إلى الله من الصف الثاني أمام الإمام في الخطبة وغير الخطبة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته، كم ملك لله في اليوم الواحد في البيت المعمور، يدخل 70,000 ملك ولا يخرجون. إن الله وملائكته يصلون على أصحاب الصف الأول. قال: والثاني نبي الله؟ قال: الأول. قال: والثاني نبي الله؟ قال: الأول. قال: والثاني نبي الله؟ قال: والثاني، وليس الأول كالثاني. لكنك تصلي خلف الحاجز أو بين الأعمدة، هذا في نهي، في نهي الصلاة بين السواري والأعمدة. وما يزعلون مني أصحاب الكراسي، الكراسي لعلها تشق الصفوف، الأصل في الكراسي تكون في الزوايا أو الستاند، هذا تجلس عليه لا حرج، لأن القطع بين الصفوف يقول الصحابي كنا نطرد منها طردا، أي صلاة بين الأعمدة، لأنها تقص الصف وتشق الصف. لكن عشان يكون كلامي واضح، يوم الجمعة في العيدين زحام الناس، صلي وراء هذا وصلي بين الأعمدة ولا حرج إن شاء الله تعالى. النهي نصلي الصف واحد. أنا الآن ساعات أكون بين عمودين، أصلي وراكم والصف بالخلف لا حرج. هذه أمرين هامين رأيتهما الآن قبل الصلاة. لكن بتكلم عنه اليوم أمور أيضا رأيناها في دورات المياه، وأهم من كلامي كله. شو الكلام اللي قلته أنا الحين؟ اتركوه. أهم منه إتمام صلاتك. والله من الحرمان أن يصلي معنا الرجل ويركع ويرفع وصلاته قد تكون باطلة، بل أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام. كيف ذلك؟ ما أتم وضوءه، ما أتم الأركان. يعني الآن بعض الناس لما يعني قلنا الشتاء لابس قميص واندروير داخلي، قميص داخلي، يرفع الكم إلى ها هنا. واحد شفته يتوضا وغسل يده، قلت يا عمي ما غسلت المرفق، يقول يلا غفور رحيم، الدين يسر، ليش زعلان؟ الأعمال بالنيات ما أنا شغل، هذه أعمال بالنيات هذا حديث آخر. أنت تتوضأ إلى هنا ليس بوضوء. النبي عليه الصلاة والسلام رأى صحابيا جليلا في قدمه مثل الظفري، ما أصابه ما، قال ارجع فأعد وضوءك، يعني صلاتك باطلة. بس أنا ما أقول أن صلاتك باطلة، ما يجوز لي، أقول يا عم غلط. والنبي عليه السلام يقول: ويل للأعقاب من النار. وقال: من توضأ كما أمر، مو على كيفك، ومن توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. أما تتوضأ لي هكذا بحجة والله شتاء لابس قميص، أرفع القميص، توضأ هكذا ديننا يجوز ترى تتوضأ مرة واحدة، يجوز عم الشيخ مرة واحدة يجوز، ومرتين يجوز، ثلاثة يجوز، واحدة في البخاري حديث ابن عباس، سنتين حديث عبد الله بن زيد في البخاري، والثلاث حديث عثمان في الصحيحين، لكن زيد أربعة ما يجوز. مو معنى هذا أنك تخل في الأركان. وهنا تنبيه: لما تغسل الذراع إلى أطراف الأصابع كامل، مو تغسل الذراع فقط، لأن غسل الكف أو الوضوء سنة. عفوا، مو أنا جاي أعلمكم الوضوء، أنتم عارفين، لكن تصحيح بعض المفاهيم وتنبيه بعض الغافلين، واجب علي أني أتكلم إذا رأيت أحد من أخوي يخطئ. كذلك المس على الجوارب أو الخفين أو الدلاغات أو السوكس أو الكلسات كما يقولون أهل الشام، كيف تمسح؟ واحد دورة مياه يمسح مرة مرتين ثلاث، والثاني مرة وفوق وتحت، يغسل رجلك وخلاص بعد، ليش تمسح؟ السنة في المسح يمين هكذا والشمال هكذا. أنا أوريكم الآن الطريقة، سامحوني معلش حتى يكون هنا تمثيل، آسف. تخيل
هذا الكرسي، اخذ المال هكذا وامسح اليمين على اليمين والشمال على الشمال مره واحده مره واحده. اما نرى بعض الناس للاسف يمسح ثلاث مرات، وبعضهم يمسح من فوق ومن تحت، غير صحيح. من اعلى مره مو لازم تصب الماء، لا. واليوم سالني واحد يقول شيخ يقولون عندنا انك ما تمسح على الجوارب هذه، تمسح على جلد، كل ما غطى محل الفرض جاز المسح عليه. حتى قالوا عندنا في الكويت يقولون اذا كان الجورب مشقوق ما تمسح عليه، هذا غير صحيح. وخفاف الصحابه والمهاجرين والانصار ما تخلو من الثقوب والشقوق، بس زميت غزوه ذات الرقاع. لماذا؟ ياخذون الرقاع والخرق ويمسحون عليها. دلاغل اي دلاغل ابسك، تعال انت ترى جابك، ايوه تعال تعال تعال، انت جيتنا من السماء، انت ارفع شوي. يجوز يمسح الجورب هذا صغير؟ يجوز. اذا غطى، غطى ولا ما غطى؟ غطى غطى، تمسح عليه. لكن اذا قصير جدا ما يمسح عليه. الكت اللي تحت العظمين ناتئين، هذا القدم وعظمين، اذا كان كمثال كمثال هنا غطى صغير ما يمسح عليه. اما اذا رفعه وغطى العظمين جاز المسح عليه. اخر امر اختم به ايها الاحبه، وهذا امر يتعلق ايضا في الايام هذه، اليومين هذه في برد، وعندنا بعض الشباب لابس شماغ ولابس غتره ولابس قلاف ويصلي بالطريقه هذه. قلنا في برد، لكن الرسول نهى ان تغطي وجهك، نهى عن التلثم، ونهى عن السدل، ونهى عن اشتمال الصماء. ايش معنى السدل؟ عارف ايش معنى السدل؟ ابي جاكيتك، ممكن اعطني جاكيت شوي، ايه راح افرجكم ان شاء الله. احنا نقع فيها، نقع فيها كثيرا، جزاك الله خير. اي بس ما راح اخذه، بعطيك اياه في فلوس شويه شويه، راح نزيدك الان. بعض الناس سريع شيخ سريع، بعض الناس شو الجاكيت لكم لكم، يمسك الجاكيت بالطريقه هذه ويضع على متنه هكذا، ما يدخل ايده. الله اكبر، بالله عليك تدخل السفاره هكذا؟ واحد داش السفاره هكذا والله ما يدخل، يتهندم يلبس يدخلكم هكذا، والله دافي ما شاء الله اصلي. هذا هذا في نهي عن السدر. ايش السدر؟ ان بعض الناس يضع الجاكيت هكذا او العباءه او البشت وما يدخل يده في الكم. واشتمال الصماء، ما معنى اشتمال الصماء؟ تعرفون العبايه او اللحاف، يمسكها هكذا ويلف لف، مثل في باكستان وفي افغانستان يسمونه لا لها اسم، بنته او ما ادري يسمونه، شنو اسمها باكستان؟ شادر، شادر ها؟ اي يمسك ها شادر يحطه داخل كذي ويدخل ايده داخل ويصلي. هذا في نهي، نهى عليه الصلاة والسلام عن التلثم وعن السدل، ان ايدك ما تكون داخل الجاكيت، وعن اشتمال صماء، اي كأنه صخرة صماء ما يرى، ما ترى يديه ولا يستطيع ان يتحرك. يا اخوان هذه امور منهي عنها، لازم نعرف وننبه الناس ونتكلم. الفقه المعاصر الان، الفقه الواقع الذي نعيشه، ترى خلينا واقعين، احنا بالسياسه نعلمكم، امور الماليه نعلمكم، لكن امور ديننا. واحد قفز قبل كم يوم قال الناس عم تتاثر بسوريا وناس تموت في فلسطين، وانت عم تحكي خفين وتحكي عن كذا، سبحان الله. هذا اساس ديننا، وما خلق الجن والانس الا ليعبدون، ما قال يحكمون، وما نحكم في الارض حتى نقيم دين الله تعالى. يا ايها الذين امنوا، ان شرطيه، ان تنصروا الله ينصركم. يا اخي صلاتك انت باطله، صلي غلط، وضوء غلط، ويتهمني انت متشدد، الدين يسر، الله غفور رحيم، الاعمال بالنيات مو على كيفك. الدين يسر تمسح الخف، الدين يسر ما تمسح ثلاث مرات مره واحده، الدين يسر تصلي جالس اذا ما تستطيع، الدين يسر تتيمم اذا كان الماء بارد او في مشقه، ني الدين يسر، مو الدين يسر انك توضى نص نص مش حالك، الله غفور رحيم، لا، اياكم ثم اياكم. أن واحد يلف أعناق النصوص يفهم النص على كيفه، لا، تركت فيكم مانع اعتصمتم به لن تضلوا بعدي. عندنا كتاب الله وسنة النبي عليه السلام. شيخكم أنا أحبه في الله ونحبكم كلكم في الله، وآسف اليوم شدينا عليكم الكلام. قبل أختم، أحد عنده سؤال؟ اللي يجاوب على السؤال هذا راح أعطي الجاكيت هدية، ها؟ والله ما أدري كم فيه. طيب، أحد عنده سؤال؟ هذا والله أعلى وأعلم، الحمد لله رب العالمين.